من هو ريد هاستينغز؟ رجل الأعمال الأمريكي ريد هاستينغز هو مؤسس مشارك في نتفليكس، وهو من أشهر شبكات العرض على الإنترنت، حيث تبث لمشاهديها في عدد كبير من دول العالم البرامج التي يرغبون بمشاهدتها. تدين هذه الشركة العالمية بنجاحها الكبير إلى رجل الأعمال المشارك في تأسيسها ريد هاستينغز، ويقوم مبدأ هاستينغز على ضرورة أخذ المخاطر بالحسبان لدى الإقدام على عمل استثماري. نشأ كاستينغز في عائلة ثرية، وكان والده محاميا، كما درس هو نفسه الرياضيات في كلية بودوين وخدم في البحرية الأمريكية. وقد دفعه حب المغامرة إلى الخدمة في قوات حفظ السلام، وسافر معها إلى سويسرا. هناك علم الرياضيات لعامين. ولد هاستينغز في 8 أكتوبر سنة 1960 في بوسطن بماساتشوستس، وتخرج سنة 1978 من مدرسة باكينغهام براون ونيكلسون في كامبريدج. وبعد أن أنهى المدرسة الثانوية عمل بائعا متجولا للمكانس الكهربائية. التحق بكلية بيدوين، حيث تفوق في الرياضيات وحصل على جائزة سميث وجائزة هاموند عامي 1981 و1983 على التوالي. انضم إلى قوات السلام لبعض الوقت، حيث نمت روحه المحتمل للأخطار. وبعد عودته من هذا الفريق، دخل جامعة ستانفورد، وتخرج بعد نيله درجة الماجستير في علوم الحاسوب سنة 1988. حصل هاستينغز على عمله الأول في شركة أدابتيف تكنولوجي، وغادرها سنة 1991 ليباشر شركته الخاصة بيور سوفتوير، والتي بدأت تتألق بشكل سريع غير متوقع. وبسبب افتقاره إلى الإدارة، أصبحت إدارة أموره تشكل تحديا، إذ أربكته أعداد الموظفين الكبيرة، وطلب من مجلس الإدارة استبداله، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وعلى حد قول هاستينغز، كان الرفض هو ما ساعده على أن يصبح رجل أعمال أفضل. واندمجت شركته مع أتريا سوفتوير سنة 1996، وفي العام الذي تلا ذلك أصبحت بيور أتريا منضوية تحت لواء شركة راسيونال سوفتوير، وأصبح هاستينغز المدير التقني لكلا الشركتين. إلا أنه بعد أن ازداد الأمر رتابة، قرر هاستينغز أن يترك الشركة. أسس ريد هاستينغز شركة نتفليكس بالاشتراك مع مارك راندولف سنة 1998، وحين باشر شركته لم يكن على يقين ما إذا كان سيصبح له زبائن أم لا، وهل سيفهم هؤلاء الزبائن فكرة قوائم الانتظار الإلكترونية ومن القضايا الأخرى التي أثارت اهتمامه في قضايا النمو. لقد أراد إنشاء شركة ترفيهية، ولكن بطريقة لا تجعله يخسر شغفه بعالم الأعمال أثناء ذلك. نمت نتفليكس بسرعة، ولفتت تقنيات إدارتها الجديدة الكثير من الانتباه، فدفعت للموظفين رواتب أعلى مما هو شائع في سوق العمل. وطرح هاستينغز العديد من السياسات التي لم تكن مطروقة في سوق العمل في أي مكان آخر. شملت هذه السياسات عمليات فصل كبيرة طالت عددا كبيرا من الموظفين المتوسطين الذين تم تسريحهم لإنهاء فترات إجازاتهم. يؤمن هاستينغز بشدة في التلفزيون عبر الإنترنت، لذا بدأ سنة 2007 ببث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية إلى مستخدمي الإنترنت والكمبيوتر. وفي سنة 2011 اتخذ هاستينغز بعض القرارات التي أدت إلى تخفيض عدد الزبائن وإلغاء بعض القرارات وتقليل عدد المشتركين، إضافة إلى تخفيض أثمان البضائع. بعد شهرين من ذلك، أعلن تقسيم شركة الدي في دي الشهيرة، الأمر الذي نتج عنه تذمرا أكبر من قبل الزبائن. وطلب من هاستينغز التراجع، ولكنه رفض متعللا بأنه هو من أسس الشركة، وأن هذه كانت هي المرة الأولى التي تواجههم المشاكل فيها منذ تأسيسها. انضم هاستينغز إلى مجلس إداري مايكروسوفت في شهر مارس 2007، كما حصل على جائزة هنري كراون للقيادة سنة 2014، وهي جائزة تمنح لقيادي استثنائي تعكس إنجازاته معايير عالية. يذكر أن خدمات نتفليكس متاحة في أمريكا الشمالية وعدة أماكن من أوروبا، كذلك أستراليا وأمريكا الجنوبية ونيوزيلندا. ووصل عدد زبائنها في شهر جويليا 2015 إلى 65 مليون مشترك. هاستينغز شخص ناشط جدا في مجال الأعمال الخيرية التعليمية، وتبرع بمليون دولار إلى شركة بيكون التعليمية لينشئ مدارس مرخصة جديدة، وهو عضو في شبكة إلكترونية سياسية لرجال الأعمال والمديرين التنفيذيين تدعى تكنولوجي نتورك. يقوم هاستينغز حاليا مع زوجته باتريسيا أنك ويليين وطفليه في منطقة باي في سان فرانسيسكو.
قدرت ثروته في شهر أوت 2015 ب1.65 مليار دولار أمريكي. أسس جده مختبرا فيزيائيا ساعد في تطوير الرادارات والقنبلة الذرية وأنظمة تحديد المواقع العالمية. حاول هاستينجز بيع نتفليكس لأمازون. خرجت نتفليكس من البرمجيات ذات المحتوى الإباحي حين كان هاستينجز على وشك أن يعين في مجلس كاليفورنيا للتعليم. في الأيام العصيبة من سنة 2000 حاول هاستينجز بيع نتفليكس إلى بلوك بيستر مقابل 50 مليون دولار. اعترف هاستينجز بالهزيمة أمام بلوك بيستر. القصة المعروفة حول تأسيس نتفليكس ليست صحيحة تماما ويغلب عليها طابع دعائي.